استمرارا للجهود المبذوله ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، أعلنت وزارة الصحة عن قيامها بزيارات ميدانية لعدد من مناطق مملكة البحرين شملت منطقة المنامة، باب البحرين، ومنطقة درة البحرين إلى جانب المنطقة الواقعة على شارع البديع، حيث تتضمن هذه الزيارات إجراء فحوصات مختبرية لعينات عشوائية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبيه المعتمده بما يسهم في تعزيز صحه وسلامه الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد تسعه عشر وتشمل الزيارات الميدانيه التي تقوم بها وزاره الصحه بالتعاون مع وزاره الداخليه عددا من مناطق مملكه البحرين واوضحت وزاره الصحه ان الفريق الطبي المختص وبمشاركه المتطوعين في الحمله الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا باشر بحمله منظمه لاخذ عينات عشوائيه لكبار السن والاشخاص ذوي القابليه للاصابه بفيروس كورونا للفحوصات المختبريه في وحدات الفحص المتنقله الى جانب اصحاب محل الحلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامه عائلاتهم وكافه المواطنين والمقيمين كما سيتم تحديد الاجراءات الاحترازيه لكل منطقه بناء على معطيات ومؤشرات وزاره الصحه واشارت وزاره الصحه الى ان التنسيق مستمر مع وزاره الداخليه عبر الاداره العامه للدفاع المدني للقيام بعمليات تطهير وتعقيم لبعض هذه المناطق كما ان التعاون قائم مع افراد شرطه خدمه المجتمع للتاكد من التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادره كمنع التجمع في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ والمتنزهات وغيرها من الاماكن العامه لاكثر من خمسه اشخاص، واتباع تدابير التباعد الاجتماعي بما يحفظ بما يحفظ صحه وسلامه الجميع. من جهتها اكدت وزاره الداخليه ان مشاركه شرطه خدمه المجتمع في هذه الزيارات الميدانيه تاتي في اطار واجباتها الامنيه وجهودها التوعويه الهادفه الى تعزيز السلامه العامه. وهو ما يتم من خلال توعيه وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين والتاكد من التزامهم بكافه التعليمات والارشادات الصادره من الجهات المعنيه مشيره الى ان افراد شرطه خدمه المجتمع مستمرون في التاكد من اتباع المواطنين والمقيمين للاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه اللازمه كالخروج من المنزل عند الضرورة فقط والتي من بينها الحصول على الاحتياجات المعيشية الضرورية وعدم التجمع او الجلوس امام المنازل وفي الطرقات العامة والاخذ في الاعتبار اثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة ان تكون بشكل فردي او ثنائي مع مراعاه ترك مسافه كافيه بين الافراد بجانب الالتزام بالتدابير الوقائيه اثناء اللقاءات العائليه والاجتماعيه وتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار والحرص على ترك مسافه لا تقل عن متر في مراكز التسوق واماكن الخدمات العامه